قبل 2014 كانت الموصل بيها خيول، يعني خيول عالمية ذات سلالات. بعد 2014 من صارت الأزمة، أنه احتلت يعني محافظة نينوى والمحافظات الأخرى. أغلبية الخيول الجيدة يعني صادرت وانسرقت. طبعا حب أحكي لك، وقت داعش فقدت الموصل نادي فروسية وفقدت هم كثير من خيولها. تعرف يعني أكو خيول أخذ يعني أخذها تنظيم داعش يعني خارج المحافظة. حاليا النادي رجعنا له بعد يعني فترة مظلمة. النادي هم يعني يريد نوسعه إن شاء الله بالمستقبل بخدمات. إلى حد الآن بعد قيد الإنشاء النادي ما كامل، بس حاليا يعني مفتوح. وعندك اعتناء بالخير يعني يعتنون بها، تعتمد على صاحب المزرعة يعني أو صاحب الخير اللي هو معتني بها، يعني الوجبة اللي تأكلها الخيل كم وجبة، التمارين اللي تطلعها، يعني هذه تعتمد عليه. قمنا نهيئ النادي وقمنا نجيب خيول على النادي. مثل ما تشوفون أكو خيول عندنا، خيول عربية وخيول أصيلة عندنا، وعندنا خيول إنجليزية، ونأمل بالمستقبل هم يعني نستقطب كافة الخيول العربية إن شاء الله. فمن رجع النادي طبعا فرحين، يعني مور رجع النادي على عمله، ورجعنا على الركوب. مثل ما أشوف يعني إحنا متواجدين يوميا، نجي نركب خيل ونتونس. هذا النادي الوحيد بالمحافظة، نادي أهلي وانشئ بجهود ذاتية، يعني ماكو أي دعم محلي أو حكومي. اكو خيول يعني من محافظه نينوى وشاركت بسباقات عالميه، بس داخل النادي ما عندنا يعني للاسف خيول يعني مشاركه بسباقات. سباقات محليه عندنا يعني خيل، اغلبيه الخيول اللي عندنا مشاركه بسباقات محليه. واكو خيول يعني من سلالات بداخل محافظه نينوى، يعني اكو ملاك ومربين للخيول يعني يعتزون كثير بهاي الشغله، لان يعني الخيل عزيز يعني على الشخص. خوش حكي احلى نحكي.